النهارده ايضا عايزه اقول لكم على اخبارنا بقى. حزب الاستقلال احد الاحزاب المؤيده للجماعه الارهابيه عقد مؤتمرا صحفيا اليوم للاعلان عن مبادره لتهدئه الاوضاع على الساحه المصريه، اوضاع ايه اللي عايزين يهدوه؟ بحضور مجدي احمد حسين رئيس الحزب ومجدي قرقر الامين العام. بنود المبادرة بقى، اسمعوا معايا والنبي عشان أنا دمي فاير وبيغلي، ها؟ إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. إبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية. قال إيه؟ تكوين مجلس رئاسي مكون من 6 أشخاص. قال إيه؟ تجميد المحكمة الدستورية لاستكمال بناء المؤسسات. اسمعوا 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 لو سمحتوا. عودة الرئيس المعزول محمد مرسي لاستكمال مدته الرئاسية مقابل ايه بقى؟ وقف العنف وتظاهرات الاخوان. طب والنبي بس استنوا معايا كده شوية، استنوا. يعني عودة الرئيس المعزول، انتوا الناس دي بتاكل ايه ولا بتشرب ايه ولا بتبلبع ايه ولا هم عايشين في عالم تاني ولا ما يعني بتهيألي عندهم بياخدوا حبوب، يعني حبوب التناحة، مش قادرين يفوقوا من اللي هم فيه. قال ايه؟ عودة الرئيس مرسي وسيد حسين بقى قال لك ايه؟ المبادرة تتضمن عودة القوات المسلحة لسكناتها والتزام بدورها في حماية حدود البلاد. والنبي ايه؟ احنا مستنيينك تقول لنا القوات تروح فين؟ يعني انا مش فاهمه ان المجلس العسكري يرفع يده عن اداره البلاد والعوده لسكنات، والنبي كنا مستنيينك يا سي حسين عشان تقول لنا الكلام. انتوا عايشين فين؟ انتوا عايشين فين؟ انتوا في ايه؟ المبادره بتاعتهم مبادره ايه ومين؟ انا اسفه يعني في الكلمه، اصل الواحد خلاص يعني هتجننونا. الناس دي بتفكر ازاي؟ قال ايه؟ الغاء انتخابات الرئاسة. انتوا نايمين تحت الارض، انتوا اهل الكهف، انتوا فين؟ انتوا مين؟ انتوا مين عشان تتشرطوا؟ حاطين نفسكوا في كفة والدولة المصرية في كفة. لا يا حبيبي انتوا ولا حاجة، لا يا عمي، لا يا اخويا، لا يا انكل. خريطة الطريق ايه اللي عايز تلغيها؟ قال لك ايه؟ طب تتحدى ارادة 25 مليون؟ لا، وبعدين جاي يقول لك ايه؟ واحنا موافقين انه 30 يونيو دي كانت غضبة شعب. لا يا حبيبي دي ما كانتش غضبة شعب. غضبة شعب، غضبة شعب مستمرة عليك وعلى اللي انتوا بتقولوه ده. ايضا انه عايز اعادة دستور 2012. الناس دي انا مش عايزة افور لكم دمكم. الدستور الطائفي بتاع البنات اللي تتجوز عندها 9 سنين ولا 3 سنين. الدستور الطائفي، الدستور اللي احنا شفنا فيه العجب. انا بس عايز اوريكم الاستاذ حسين ده بيتكلم بيقول ايه لو سمحتوا. اتفضل. اهم من الدماء